السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم علي حسين من مركز أنوار أبل. طبعا ويانا جهاز جديد تلف بالمواصفات كليا عن جهاز وكالة أنوار أبل القديم. طبعا هذا الجهاز من وكالة أنوار أبل، الجهاز مختص في تغليف أي نوع من الأجهزة في العالم 360 درجة حراري، وأيضا يعمل لاصق جام جيلاتيني لأي جهاز في العالم. طبعا ميزة هذا الجهاز الجديد هو أنه يمتلك شاشة أندرويد وتقدر تتحكم في الجهاز كامل. طبعا ميزة هذا الجهاز انه بس تكنك واي فاي وتتحكم به، باقي التفاصيل ابدا ما تحتاج تليفونك وتتحكم بالجهاز. لا، هذا الجهاز اختصر هواي امور على الزبائن وتقدر تقص من يمه مباشرة. طبعا مركز انوار ابل وفر ثلاث انواع من اللاصق الجام الجيلاتيني. طبعا هو اولا الفيلم الهيدروجيل واللي هو شاشة او لاصق جام شفاف، وثاني نوع اللي هو الانتي بلو وهي لاصق جام بالشمس يصير زرقة، وثالث نوع اللي هو ثالث نوع اللي هو المات اللي ما تطلع به البصمة، يستخدم بالألعاب والبوبجي وأشياء الجيمينج. بالنسبة للآيباد أيضا موجود تغاليف آيباد أنواع، وأيضا يوجد لاصق جام للآيباد بثلاثة أنواعه اللي هو الشفاف والبلو والمات. طبعا بالنسبة لتغاليف الحرارة 360 درجة للهواتف العادية، طبعا كلش هواي تغاليف تقريبا ب 600 نوع وجبات. وطبعا غلفت اجهزه قدامكم، اختاريت اثنين انديه من اكبر الانديه العريقه في العراق اللي هو الزوراء والقوه الجويه، وغلفتها وطلعت الصوره قدامكم.